السلام عليكم، لاباس عليكم؟ بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الطريقه ديال الطاجين باللحم. هانتوما عندي هنا المقادير وجدتو، عندي اللحم وعندي البصله قطعتها طرف صغار، وعندي هنا نص كاس ديال الزيت، وعندي هنا الربيع والثومه قطعتهم طرف صغار، وعندي هنا مطيشه قطعتها طرف كبار، وعندي هنا العطريه الزيت من كل شيء معلقه صغيره، من التحميره، من الخرقوم، من الابزار، من السكنجبير، من الملحه، وعندي هنا البصله قطعتها طرف كبار، وعندي هنا الزيتون. هانتوما تابعوا معايا الفيديو باش تعرفوا الطريقه. دابا هزيت واحد الزلافه باش نخلط فيها كلشي. دابا درت العطريه اللي شفتو، ودرت نص كاس الزيت اللي شفتو، زدت ليه شويه الماء، ودرت الربيع والثومه. دابا غادي ناخذ اللحم ديالي وغادي نرقدها مزيان فهاد العطريه. هانتوما شحال ما خليتوها راه مزيانه، خليتوها ساعه ولا ساعتين راه مزيانه. هانتوما دابا حطيت الطاجين فوق العافيه. دابا غنبدا نزيد في المقادير. دابا زدت الزيت وغادي نزيد في اللحم اللي رقدت مزيان في ديك العطريه، وغادي نزيد البصله اللي قطعت طرف صغار حتى هي، وغادي نشحرهم مزيان مع بعضياتهم. هانتوما غادي نغطي الطاجين ديالي ونخليه واحد شويه باش يتشحروا مزيان هاد المقادير. الزيتون درتها في الماء الطبخ واحد شويه، وهاد لاصوص اللي بقات ليا غادي نخليها حتى الاخر ملي نسالي الطاجين ديالي عاد نزيدها. تبعوا مزيان هاد الطريقه معايا، راه كيجي بها الطاجين لذيذ. انتوما انتوما كما كتشوفوا الطاجين ديالي تشحروا مزيان هاد المقادير. هانتوما دابا غادي نبدا نزيد في البصله اللي قطعت طرف كبار. هانتوما زدت دابا البصله كلها اللي قطعت طرف كبار. دابا غادي نبدا نزيد في مطيشه حتى هي اللي قطعت طرف كبار. هانتوما وفي الاخير غادي نزيد في هاد لاصوص اللي بقات ليا من اللحم. هانتوما غادي نديرها للطاجين كله ما نخلي فيه حتى بلاصه. هانتوما
هانتوما دابا درت ديك لاصوص كلها، كنت خليت واحد شويه تاع الربيع، دابا غادي نزيدو حتى هو هانتوما، وغادي نزيد ديك الزيتون حتى هي، وغادي نغطي الطاجين وغادي نخليه يطيب واحد نص ساعه هانتوما. ثم الطاجين ديالي طفيت ليه، زدت ليه البيض بحال هكا، طيبتهم وقسمتهم بحال هكا وزوقتو بهم، هانتوما عرفتو طلق غزال وبنين وفيه الريحه فنه. جربوا هاد الطريقه وتبعوها معايا مزيان في الفيديو، راه ساهله وبسيطه هانتوما. وملي كيطيب الطاجين بلا ما يحتاج ديروا ليه الماء، راه الماء كيطيب دوك الماء اللي كتلقى البصله هانتوما، طلع غزال. كنتمنى تعجبكم هاد الطريقه، طريقه سهله وبسيطه والطاجين كيطلع لذيذ وبنين. كنتمنى يعجبكم، وبسلام عليكم.